الخبر اللي عدنا اوكي با من نزلت هذا الديستراك جتني هواي من الكومنتات اللي تسالني انه ليش بهذه الديستراك دسيت برهوم. طبعا بالنسبه لنور ستار وبيسان اسماعيل طبعا هذول ما حد يهتم لهم، راح اشرح لكم القصه كامل ولكن بالبدايه راح احط لكم مقطع ياريتكم تشوفوهم بعدين تحكمون بنفسكم. اتمنى يا حبايب تشوفوا المقطع الاخير. اوكي حاليا راح اقول لكم شنو صار بيني وبين بيسان بالتحديد. فبيسان راسلتني على حسابي بالانستغرام ورسلت لي هذه الورقه اللي هي كانت دعوه قضائيه. فاول ما دزت لي بيسان قالت لي انت شخص تافه الحكي معك ما ينفع. رديت عليها بشكرا لان الصراحه ما اريد اسوي اي مشكله ويا اي يوتيوبر. وطبعا بعدها بيسان انطتني بلوك ولكن شالت البلوك ورجعت راسلتني محادثه تقول لي انت بيها شخص وسخ وتهددني تمسح الفيديو لو ابعث لك المحامي انا ما اريد اذيك. هذه المحادثه اللي سالتها قلت لها انا شخص تافه ووسخ وقالت لي طبعا. بعدها قالت لي انتظر المحامي انت بالعراق ما ادري ايش وختمت اخر شيء قالت لي تفو. حبايبي هذا اللي بتحكوا بالتعليقات مملكة القصص، انت واحد زبالة على فكرة، انت ما بتمثل غير حالك، ما بتمثل اهل العراق ولا شيء. انسان كذاب انت واحد إنسان... خليني اكمل بسان، على فكرة انت واحد زبالة، انت واحد زبالة، أول شيء شخصيتك مش ظاهرة على السوشيال ميديا، بتحكي من ورا الشاشة، وكل شوي بتنزل فيديو فضيحة بسان، بتجيب المشاهدات تبعيتك كلها على صرامينا، وكل كلامك كذب. وكلهم متفقين معك. لا وشو بيطلع بيقول رح تعزف لي قناتي بيسان. حبايبي هذا بتحكي عني تبع مملكة حبايبي هذا تبع مملكة القصص واحد زبالة بخمسين دولار بعطوه بيطلع بيحكي حكي بضل يحكي وكل العناوين فضيحة بيسان ونس فضيحة بيسان ونس وانت واحد زبالة. انت المعلومات اللي عم تحكيها منين جايبها؟ والناس اللي الناس اللي عم تحكي والناس والناس اللي بتدافع عنها زبالة زيك. ولا هاد مملكة القصص الزبالة حدا بليز لا تنسى قناتي. شوفوا حبايبي شوفوا الزباله هذا شوفوا حبايبي فضيحه بيسان فضيحه بيسان وامها كله فضيحه بيسان فضيحه بيسان. ان شاء الله بكره اختك امتى امتى ان شاء الله اختك بكره علي فضيحه انت ان شاء الله بكره اختك ان شاء الله يا رب بكره اختك ينزل لها فيديو ولكل الناس تحكي فضيحة فضيحة تصير ترند الوطن العربي واختك ان شاء الله يا رب. وخرع عليك وخرع عجواني وخرع على فهد وخرع على طارق وخرع عليكم كلكم وثبتوا الموضوع تمام وانتوا ناس زبالة فاعي افاعي طلعتوا حيايا. قناة باليوتيوب اسمه مملكة الكذب او مملكة القصص. مين متابعينه كتير بوقف وراه. يا جماعة تخيلوا مو متابعينه كتير بوقف وراه بياخد كل شيء كذب وبحول عليه. أنا اسمها مملكة القصص مولعة معايا باشا روح وشوف البلاوي. أنا ميس من الأردن. أهلين يا ميس ويلكم بيبي. هلا من جهتي أنا ما بتابع مملكة القصص لأنه ما بتابع قناة بتنشر فضايح وما بتستغرب تتسكر القناة هي نفسها لأنه بس شاطرة هيك ينشروا فضايح 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 فضايح. بتفوت على القناة معلم خزانة فضايح يا باشا. أوكي هدوا شوي اللعب. ثلاث فيديوهات بيوم واحد بتنزل أنت شباب يستحي برهوم يا عملاق. الخبر الأول اللي عدنا هو عن مملكة القصص والسترايك الجديد اللي كنا من نور ستار وشركتها. فحاليا حبايب القناة صار عليها سترايكين بقى سترايك واحد وتسكر. فعلا صراحه الموضوع صار تافه وحقد زايد وما ادري ايش اقول الصراحه. طبعا ما ادري هواي مقاطع اكثر من يوتيوبر قاعدين يسبون علي. اوكي حاليا راح احط لكم جزء ثاني من المقطع شوفوا. الخبر الاول اللي عدنا عن برهوم المعراوي ودخوله المستشفى، فالله يشفي يا رب. عن مايا اللي هي صديقه انس الشايب القديمه ونفس الوقت اللي صور حاليا ويا جواني، وصل قناتها باليوتيوب لل 100,000 متابع فان شاء الله الف مبروك واقبل 10 مليون يا رب. طبعا هاي قناتها هي قديمه ولكن حاليا قررت انه ترجع تصور بها وتنزل بها، فالله يوفقكم يا حبايب انه تباركوا لها بالكومنتات. الخبر اللي عدنا هو بيسان اسماعيل وصل قناتها باليوتيوب لل 7 مليون مشترك فان شاء الله الف مبروك واقبل 10 مليون يا رب، ولا تنسوا يا حبايب انه تباركوا لها بالكومنتات. طبعا الخبر الاول اللي عدنا عن انجازات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر واللي هو باريش ووصول حساب الانستغرام لل 600,000 متابع فان شاء الله الف الف مبروك واقبال المليون يا رب ما بقى شيء، ولا تنسون يا حبايب تباركوا له بالكومنتات. فسؤال بسيط بس اريد اسال انه ليش هذول اليوتيوبر لما سويت لهم هذا الشيء الزين ومدحتهم وصرت ابارك لهم حتى كلمه شكرا ما سمعت من عندهم، ولكن لما اطلع اكشف حقائقهم وفضايحهم للناس ونزلها بشكل مقاطع سبحان الله ينقلبون يصيرون يسبون ويفشرون يطلعون انهم المظلومين. اكو مليار قناه تنشر نفس هاي الاشياء واساسا هاي الاشياء لا نجيبها هي جايبها من النت ونفسهم ناشريها. في اليوم انا ما راح اطلع لكم هذا المقطع وارجع اذكركم ايش قد هذول الاشخاص ضارين ايش قد هذول الاشخاص ضارون بالكوبي رايت بالسترايك الاشياء المشاهدات اللي نزلت كلها بسببهم يعني. فالشيء الوحيد اللي وصله انه الشرطي لما يكشف الحرامي مثلا الحرامي هو اللي يتعاقب اكيد مش الشرطي. فهذا ليش الشيء صار وياي مثلا لما اكشف لكم مايا جمال تحلف على القران وطلعت تحلف انه على القران كذب وكشفت لكم هذا الحقيقه لما نزلت لكم هذا المقطع كان بي فويد وهي تكفر برب العالمين. السؤال هنا انا اني الغلطان اني غلطت لما كشفت لكم حقيقه انه هاي بنت قاعده تحلف على القران كذب؟ يعني لو افترضوا انا ما طلعت وحاليا الناس مصدقين انه هاي بنت حلفت على القران صدق والاستطاف اللي قاعد يسويه الناس الصدقه؟ ولا الشيء بيسان اسماعيل او انس الشايب اللي يعتبروهم الناس قدوة اخر شيء يكتشفون انه هاي البنية مثلا وسخة او هاي البنية مسوية شيء عيب؟
هاي تعتبر اني غلطتي ولا غلطتها. الحمد لله حباب انه اغلب عارف الموضوع، لما يجيني شخص كبير بالعمر يقول لي شكرا انك شفت لي حقيقه هذول الاشخاص، للاسف كان يتابعهم، الحمد لله من بعد ما تابعتك عرفت انه هذول الاشخاص غلط وما خليتهم انه يتابعوهم. والله العظيم هذا يسوى القناه اللي بيها بمجرد اني قاعد اساعد اشخاص كبار بالعمر وفاهمين، ولكن ممكن الاطفال ما يعرفون بهذا الشيء. اما بالنسبه لمرهم نعراوي، ليش تزيته بالديستراك؟ والله العظيم الكلام اللي قاله بالمقطع مالته ولا اهتميت له، ولكن اهتميت للاعلان اللي سواه بالمقطع. فهذا الاعلان يا حبايبي اللي سواه هو كان مجرد على حساب مضرتي، فكل الكلام اللي قاله بالمقطع عني هو مجرد كان عمود يسوي ترويج القناة الثانية حطها بالوصف ودعمها. طبعا رسلته بالخاص وفهمت الغلطة اللي سووه، وطبعا بنفس الوقت صار هنا يقول لي انه انا ما اكتب كعناوين كذبية، وراح اثبت له انه يكتب عناوين كذبية لواحد منهم هذا المقطع. صالحت مايا وجوان يقول هذا العنوان صحيح انه انا مثلث قاعد اصالحهم، يعني صراحة ما ادري شنو اقول. كل هذا المقطع ان فريق نورمار متخلف، والله فريق نورمار صار بيناتهم مشاكل، يعني الفريق هذا صار بمشاكل يعني صار متخلف. الحمد لله يا حبايبي بالنهاية بمقاطع مستحيل اغلط على شخص، انا شخصيا مستحيل اغلط على شخص، لما اقول له خبره. شوفوا تناقض كلام برهوم. قلت يعني اخر اسبوعين بس لما بلشت اكتب فضايح، تمام؟ انا اعتراضي على هاي، انا من قبل كنت امدح فيه. انتوا شوفوا يا حبايبي الرد مالتي عليه، مثل ما شايفين انه هو يقول احب محتوى يتابعني، فجاه بعدين بالمقطع يقول انه ما يحب محتوى ما يتابعني، رغم اساسا محتواي نفسه ما تغير يا حبايبي من بدايه الى الان. ولكن الشيء الوحيد اللي اقول لبرهوم، اذا انت شايف الشيء سويته صح انه سوي اعلان على حساب مضرتي، فراح اقول لك انه الله يسامحك ووفقك يا رب. اوكي، اما بالنسبه لاحمد ابو الرفع حبايب، الحقيقه ما تعرفون انه بالدس ما شت عني ابدا اساسا، مجرد حطيت صورته لانه صراحه سوى شيء كلش عيب، وطبعا هو يعرف غلطه لدرجه انه مسح الستوريات بعد ما نزلها. صارت هجم على اليوتيوبر اللي يشرب خبر وفاة عبدالله الله يرحمه، رغم ان هذول الاشخاص مجرد هدفهم انه يجمعون اكبر عدد من الرحمة على هذا الشخص، منهم طبعا جوان اللي ارباح على مقطعه او اللي تبرع بها اساسا على رحمته. انا شايف اخذ هذه الستوريات ونشرها اساسا للشيء المضحك بالموضوع، انه قاعد يقول على محمد جوان انه هو قاعد يستعطف بالمقطع اللي نزله ولكن حاليا حذفه. حج على اساسا انس شايب اللي اساسا نزل ستوريات قاعد يبكي بها بس عمود يستعطف المتابعين، شوفوا الستوريات. مرحبا حبايبي، اخوي رن علي هسه تليفون حكى لي انه في عبود العمري انه متوفي. طبعا حبايبي اللي ما بيعرف عبود العمري شاب اردني ابن بلدي، من زمان بالسوشيال ميديا يعني انا من ورا صغير بتابعه، فهسه وصلني خبر انه متوفي بحادث طالع بلد سياحه وزي هيك، فصار معه حادث. فانا اول ما سمعت كثير انجرحت، ولحد الان لما فوت على صفحته بقول لا يعني مستحيل الاشي، انه مستحيل يقضي صدمه لساته باول عمره، ما بعرف. للاسف حاليا انه احمد ابو الرب استخدم كسلاح، عمود انس شايب يستخدم ضد محمد جواني، سبحان الله هم كانوا اصدقاء وفجاه قلب عليه. ما ادري صراحه شو اقول يا حبايب، وبس لان وصلنا لنهايه المقطع، بس حبيت نوضح بهذا المقطع يا حبايب انه لا اي شيء تمشون ورا القضيه، شخص يقول لك والله هذا ينشر فضايح خلاص لازم نتهجم عليه، لا يا حبايب، انتوا اليوم انا المفروض انا ما نتحاسب، المفروض يتحاسب الشخص اساسا المفضوح. وبنفس الوقت انا ما اسوي شيء غلط، انا مجرد اكشف اشياء اساسا موجوده بالانترنت، دا اخذها ودا انزلها عندي سواء من نشرتها، اكو هواي اشخاص راح ينشروها يا حبايب. بس ها حبيت اوصل من المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، تحطون لايك تشتركوا بالقناة، وشكرا لكل شخص ضرني وكل شخص فادني. اتمنى حبايبي انتم وقفتكم وياي هاي واحدة تكفيني صراحة، وبس مع السلامة. فهد يواجه اليوم عديد من المشاكل، ولكنه كالعادة جبل المحامل. قناة فهد وللمرة الثانية كادت تتسكر، ولكننا معه كالمعسكر. لماذا الابلاغات يا نور تؤذون فهد وتشهدون زور؟ لماذا تشويه السمعة يا برهوم؟ فهد بك مصدوم، لا يعلمون بأنه قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. فهد لم يتكلم عنكم بسوء، ولكنكم صدقتم أصحاب السوء. إعطاء الاسترايك ليس بكبسة لايك. لا تتحدوا فهد لأن معه المجد، كلنا معه مهما وقفتم ضده. القناة ستبقى تهانينا تهانينا، وهذا الفوز يكفينا، وبعد الصبر بعد الجهد حققنا بك أمانينا.